الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسي لحصة الضناد كم إذا دروس كتاب التوحيد، باب ما جاء في التطير. هذا كان باب ما شيء باب يهي جاء كصاروري ومن آيات وحديثة في التطير باسيس كصاروري. التطير ومصدر مصدر تطير، تطير مصدر كيدوي، وأنا مأخوذ من الطيور أو من الطير شمبرها يوم مقع كيمي أي عربي شمبرها يكفى عشان كيرين وهذه شمبرتو حقا مديقو الدوشانة أرن كودي أو شودي بودن كيرين وناك با دعي بودن كيرين دي بيدحو الدوشانة وحي ودن كيرين بلاي مصيبة دعيسة مخسارة هوشي بيتوشن كيرين. لكن أرنت أرسي شمبيره وقوله كمي استاقن وحيابك كلانا إلا باسا استايا دعضي، ولهذا تطيركو شمبيرا كفاشي وقوله ماها عيافضا يا شمبيرا كفاشي، لكن تطيركو واباسي سيودن استلاحان مشارعا تطيركو ومحي وتشاؤمو بمسموع، التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم. التشاؤم بمسموع أفقوح مغلي وإن باسيستم هذا البو مغلي. طيب يتنا هذا الكاسي إن بلاي دعيسو أيو قادنية هوشي شقدي ودي بتوچنيه او مرينا موح بواركيا بحل بواركيا قف بواركيا كاسو باسي سنة بلاي ندب سعطو ايو امنية او معلوم اما وحل اوغادو سمالين معلومها كميدا ويعلم ان هذا اليوم هو اخر اربعاء من الشهر وحوغاني اتصالان مالين كنينو ياهي اربعاء دي بيشهو الدنبيسي كاسو باسي سنة يورني ويوم نحسن وي ومالين مالين نحوسي ده بلاي مصيبة هيدا عبا مقصود كيو تشيد ده باب كوحوية بيان حكم التطير وإن لعديو باسيسيغا حكم كيس وأنه من الشرك الأصغر يينو باسيسيغ الشرك أصغر أي هاي في أصله أصل كيسة مركا لأيبا على حكم كالوغسو هقاقيا أصل كواهي وإن هي شرك أصغر وقد يكون الشرك أكبر شرك وين أو نغن كرا سيما سايشي هراي نصو مرأي أصلها شرك أصغر هاي لكن وح شرك أكبر كدقاء دور راع شرك أكبر نقونيسي سنلبس الحلقة والخيط إيو نحو هاي تمايمتي إيو حيابان وعاس واي مؤلف رحمه الله تعالى تضرب الدليل أيكو شاقي بابك دواء الدليل وكهر ليه التطير كما باسيسي الدليل الأول وقول الله تعالى إلى أيوري ألا هو يا وأداة التنبيه إنما طائرهم وحلو قدري لو قري خير أم الشر عند الله من عند الله إلى حد سايكها طائرهم هو فصير وحباسي سنيا هورن هذا غلط في التفسير طائر كوحل وقتشي ذا على ما قدر الإنسان وكتب له من خير أو شر وحيسان كالله قري لو قدري خير أم الشر من عند الله إلهي حق يسوك هذا إلهي بوح قدره إلهي بان قرى ولكن أكثرهم هصي شاب بدن كودو لا يعلمون تاقرا مايان وقرش الله أنتاس أيها صوابتي
إنه المودان إنه مخلوق خير كي الشرك كيني هذا ترى مخلوق أي باصيستان أما مخلوق أي كاساعديستان أيضاني وهي كورا من فرعون يقوم كيسي ومركا دباتا كود عدو سيدا أبار وكلا تطير بموسى وقومه وهي باصيستانيين نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يعد الرميسي وحنا تاتو سنيسا أيد أول كذا صاخر فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ركواناق لكل ما برواقون نبض وحي تعليين وحي ورانيان عنا نقا تنسك له عمل كيغان كهلا وإن تصيبهم سيئة دي حماني لباتا يكون عدنا يطيروا بموسى ومن معه وحي باسيسانيان نبي موسى يعد نبي موسى عليه الصلاة والسلام رميسي ومحيو رميان بلايه هو اسمدوب القبطان إذن كان لوغ مكين هرين أبارتان إيه علادان إيه رباطان إيه وحان أردن إذن كان صوابه ساسي رميان سيدا إمكا إيه راهدان دادك غير كود مركي دادك أهل التوحيد كالعاد ليان intii wadaadada yar yar inoo yimaadeen baa abaar iyo dhibaato iyo cudurriyana lagu salliday wasidii fir'aawn iyo qoomkiisu ay ku lahayeen nabi muuse wax kale ma aha mushrikiintu nabi maxamed saaso kale u baaseystay wa in tusibum hasanatu yaqulu hadi min indillah wanaag markay la kulmo wax oranayaan wanaagina xaq ilaahay buu nooga yimiyo waanan mutaysanay wa in tusibum sayyi'a يقول هذه من عندك ده دبات كل هذا الحرمين أذات صابوة النبي عليه الصلاة والسلام أي باصي صنيع مركي الله سبحانه وتعالى كواس أي آيات كر الدي ولا هو إنما طائرهم وحلو قدري الله قري خير أم شره عند الله أي من عند الله إلى حق سكع هذا وليس الخير والشر من موسى ولا من مخلوق آخر خير كي الشرك وحي نفطوك على سنسي وحي دب سنسي الله كل أنت مدنا نبي موسى عدك لطوانا ومخلوق حقه ذا كموهان حقك هذا من عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون لكن جهلهم بالقدر أي أفضاهم إلى التطير جهل يقدرك كسبنا أين با قارسيي أو صوابي باصي سقاين كدعا وقف واحد دي إيمانه بالقدر وده ما يستريه هاي لا يتطير والسيدة بقى التطير كي باصيس وحو كي مادا من عدم الإيمان بالقضاء والقدر أو من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر أي كي مادا وايح وكايدا معنى يدوها محي ما قدر لهم وأصابه من خير والشر من عند الله وجه دلالة لا على مقصود الباب الباب كو باسيس من حاران يهيب وتلمامي صوما نوع التحريم كيسنو تحريم الشرك وأن فيها أن الطيارة من أعمال المشركين أن التطير من أعمال المشركين هذا ما هي عديس باسيس وإنو كمدي أي عمل كأي نغن كمشركين وذمهم بذلك وحكوا ايده كجرا ان ارنتا لو دليعي يا الاماني من كسان الى هي كلها والردين ولا دليعيني ان فيها ان الطياره من اعمال المشركين وذمهم بذلك اي وان فيها ذمهم بذلك فدل ذلك على انها محرمه طيارات من حرام تابع تاسيس وما كان من أعمال المشركين الخاصة بهم ومحرم وما ذم فاعله ومحرم وحين لقد قال لغن كمشركين لغن كفار لغن كمنافقين هو حاران وحين فاعل كيسل دليعين ومحي وحاران فدل ذلك على أنها محرم لأن كل ما ذم فاعله فهو محرم كل ما أضيف إلى المشركين على سبيل الذم فهو محرم
وحكستوا مشركين تلو تيرية يدعو وقلنا لعين يوم حي حرام مركا واحد الله يقال باسيس من حرام يأي واحد دليلها إلى هاي مالو كتاب كيسا قشة يأي قوم حن دقن كودو كدقن ولهذا بل ابن رجب والطيارة من أعمال أهل الشرك والكفر وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم فرعون قوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون إلى أمركم موجين أي حاران ماذا باصيسك وحكم موجين إنه كدري لقى ماذا حن إلهائين وشركين إلهي سبحانه وتعالى كل لعي الدليل الثاني دليل كلابا قوله تعالى إلهي يوري قالوا وحي إلهدين يا يلي الرسول الله ديري أصحاب القرية طائركم معكم أي ما قدر لكم ملازم لكم طائر آية دهرية تنبأ حيركم عنين لنا أنه يقدرك يحقفك الله قري خير يشرى قالوا وحيلادين طائركم أي ما قدر وكتب لكم ملازم لكم وحي ليدين قدري ليدين قري من خير أو شر ملازم لكم ومن يدين كل جن ومرنا بارد كباقنا عين كل إنسان ألزمناه طائره ما المقصود بالطائر في هذه الآية طائر يعني ما قدر له وحي لو قدري وصمينا يعني إلا بإلا معنا وسلاس كتنوا السلا قالوا احد عن طائركم اي ما قدر وكتب لكم من خير او شر فهو ملازم لكم اي يقع عليكم او لكم ولا محاله دو شر يا ود كو دعيا دو خير يا ان ود هليس مر هذه اللي يدين قدري الرسول شي لو ديري اصحاب القريه ويي سيدن كو يراهدين قوم كودي ومحي كجوابين إنا تطيرنا بكم بعدك ورئيس وانو إذن باسي سنن ومعنى مركي نواتي مادين أي شر يتشعمنا بكم أي شر يتباتا ينغو دعضي مركا معنى ومحيقوا جوابين قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم من خير أو شر فهو ما قدر لكم وليس منا وحيدن كو دعاي ما هشان خير ام شر او خليدين قدري اما وحقيه كيب فلا تطيروا بنا انغا ان تشاوملوا انا باسي سنين ففي الايه الايمان بالقدر وابطال التطير لو سنسين شيغني ما كل هريان ايد وحي سغيسا قدرك فيها الايمان بالقدر وحك لو اي ابطالين صامش اي كسار سواح لو يقانو ان باسيسيا ابن جرير وحلو القائدن فسره يقول تعالى ذكر قالت الرسل لاصحاب القريه طائركم معكم اين ذكرتم اي تطيرتم بنا بل انتم قوم مسرفون يقولون اعمالكم وارزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم ذلك كله في عناق قرتو يدين سوري أنا هو حرر اللي يدين مقدري وما ذلك من شؤمنا يعني بلايا أمك وأولينا هاي ما إيمان إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم وسبق لكم من الله فواضح وي أيدو الإيمان بالقدر بيك والرميسا طيارات وحران ويبرونيسا أيدو الكي مقصود كبابا كتو سينيسا وجد دلالة على مقصود الباب أن فيها أن التطير من أعمال أهل الجاهلية وأن الله ذمهم بذلك أن فيها أن التطير من أعمال أهل الجاهلية وحيث سنسى باسيسه لقنك جاهلية ذينك مديعي
المخالفين للرسل، الرسل الخلافي، جايلين الرسل الخلافي، وأن الله ذمهم بذلك إلى أرنت أن كل لعيب محاولة أنتم قوم آيات دولة محاولة كتيرة، لكن أكثرهم لا يعلم من هذا العين هين تهلي مركب وش هاي تنا، بل أنتم قوم صرفون كذا شو يسدم بيقول كوك كتش رواك، لكن أكثرهم لا يعلمون، بل أنتم قوم صرفون، وأن الله ذمهم بذلك وحكى الله هذا كتير تلاين أرين تأكل دلعي، فدل على تحريم، فدل ذلك على تحريم التطير. ما رضي باصي سيقول لقول ضرائي رغم كي جاهلية لقول دليعي حيث هذا تسنسا، دل ذلك على تحريم التطير، تطير كينو حريبة تسنسا. ابن القاسم حاشيس على كتاب التوحيد وحده ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية المشركين وقد ذمهم الله به ومقتهم. لبدا ايضا هل كي كتو سنة ان تطيرك انو حارية وحوية الى يوحو كل شيء تطيرك عمل الجاهلية المشركين انو قدمهم الله بي وما قطهم الى يوحو كل لعيوان وعرو خلاص. ودليل كصدحات عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي قال وحيري لا عدوى الى مرضى ينتقل بنفسه من مريض إلى صحيح، لا مرض ينتقل بنفسه من مريض إلى صحيح. ما تشير حنون إسكي أجد به غف حنون صنايا كطلابة وأطلابة من عاف ما تقبل، ولا طيارة وحلبا سيستو راد له ما تشيره، أي لا أثر للطيرة في لا أثر لما يتطير به، لا أثر لما يتطير به في الخير والشر. وحلا باصي سنيا خير يشر تونا رادكم الله ومخلوق إسكي سقصوا ده أربعة سواقشة ده بيجي صفر سواقشة، لا أثر لها في الخير والشر وعلاه يقدرون بعد حيث نعي وويلكاس قف كابن آدم كاي سودوني هلوق لا عادو هاي لا عادو سنة نقضوا ورابع كاسو أربعة حيوان كان توكها عيو قومي سالك هكذا واقضوا وحراد وخير الشر كله ما كرتوا. وولي هذا بقى ابن عباس الله أعلم أثر كينو أن صحيح، لكن إنه رجع وكل عن كواركي بينه هو الكتاب كيسا لطائف المعارف إذا سفر لقوتشيرو أيا توكا عيي ابن عباس من اللي سعودي بقى خير خير سومالي دون ويد هذا سو موجود يا دعوات يا مركا أركان خيري خيري وحبيد هذا مركا سيد بن عباس لا خير ولا شر خير يا شرطون من كرمش وأي خير عند الغراب يقول توكا خير قد كسوقي سامح توكا لا أثر له في خير ولا في شركي سدواين وكل يوم أو أفكي سا أرق مسكح له كأجد لوليا ما كل ده بقى. أما حوله وكاعه ندي شركي سيدي بكي سوا كادي لاركي، لكن خير هي الشر قرصون ولا أرك هين وراد على الطابن كرينا وولي يا متشو ولا هامة أي ولا أثر للهامة شنبرتها هامة اللي يرانا وحراد ملك ولا أثر للهامة في الخير والشر حراد هو خير كشر ككل ده متشو هامة مركز شنبر أبين كي مركا عيدا أو إن الدرن والقوم عنيي علماء قارن واحد الوا بومة بومة دوا طلع إنه لأنه قوميستة سومالي دوا قوميستة باسيستة كعرب توا باسيسن كيرين قاركود محيسن إن كيرين هامدا وحورن كيرين نين كيل الدلي أنا ولي لا عارن أي روح دي سواح قشاع شمرتها قوميستة لرعوا تنا غير كودي بيدول إيمان إسوي كدول عيسى إسقوني إسقوني إورابية إورابية وإسقي بالبيلين إسقي بالشمبر نقضي روح دي سوى شمبر تقشي إلا لو أرقدو ساسي روح دي سوى نحقيلني ساشمبر تاسمي كلين ما لنت لو أرقدو روح دي سكبحيسي
عقيدة باطلة أولا تناسخ الأرواح بكتيرة، يعني إن الروح ذو شيء الروح دي حيوان الروح دي إن متكل الجلي كرتو سواء باطل تناسخ الأرواح وعقيدة كفرية. لا قفكم مركو دينتو روح دي سي قف كلهم بيجلي سادة بعدي سلفتو دي ويالانية صوفية ذا نحبك السوق قاله قارل مين هذا رقم متباوي حلي أنا قوم مصح وجيت كتيرة أيها أباها يهو يدي وليالي سقورسن أيها جيت كم يتبني لعكا تاقنا أيها حالكا كوها ساوي فلا يقول عدو أيها كنا لأيها أيها مصفالة إذا عندنا كنا شواي أدو أباها يهو يدي سقورسن ما ترتي أيها كنا لأيها مصر واضعي يعني الروح ذا يدي ومسك كتيرتي بوتي الكواح باطلة تاسي هامدون وطا ولا صفرة واح سفر لنا بالسفر لنا رادني أي لا أثر لشهر سفر في الخير والشر بيش سفر لنا خير كي يشرك رادكم الله خير يشرك يدو منا وما كنتم وحك الله سفر لقوف السيري حنون ضدك على وشك قدعة مالك حنون كاسي راد ولي قف قوي حنون كده حمر كالو تشيدا يعني إسكي ومقبود بول لا عدوى وما مالك الله معنا نغنس لا سفر هذا سفر كوا حنون يعني حنون كاسي لا ينتقل المرض المسمى بسفر بنفسه حنون كمقع سفر لهذا اسكي ومجد بو مطلابه غوريان كي يحاسو دويا واي واحد هذا وحي وح ابي سو كلا يقف كعلوش كجليسو انت انا مركو غاچودو اادو حنو تشينس غوريان كي هاي طيب أخرجاه البخاري ومسلم زاد مسلم مسلم حسيادي ولا نوع أي لا ثرى في نزول المطر أو عدمه لا ثرى لسقوط النجم أو طلوعه لا ثرى لسقوط النجم أو طلوعه في نزول المطر أو عدمه أيه كعليا لا نوع معنى لا أثر وحرادي لطلوع النجم حدك تسوي بحس تيدا ومصونا أو سقوطه أما حدك دعستيس لا أثر لطلوع النجم أو سقوطه أثر ومصونا يراد في نزول المطر روب كسو دغستيس وحد قاس انو دعو يا انو صبحاتون روب كيري ميسو انو روبي انو روبي ما دنا صابو نقر ميسو واي ولا عدمي روبي لو دي واينا حد قاس صبحيستيس يا دغستيس تكيني سما تصابو نقر سما حدقاس هذا عان هصبحان وحراد الرب كي كل يوم تجتو. مركان نو ما حن نو وطلوع النجم والسقوط ولا بدبا النو بالغرا نو طلوع النجم حدقت سو بحستين إياه سقوط بعستي سو نو بالغرا لا بدبا. مركان معنى الحديث وما حسوا الإمام النو ولا نو أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا معنى واصدا هورانينا. حدق هبل سو بحستيس أمد عستيس أيام الروب كوه الله هورانين أما الروب كصاب نوضي ولا غول غول راد له نمتشرا غول كوه محي ما هو الغول غول كوه حلقو معنيي علماء يكون معنيين وشياطين واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين وتشينسي شيادين كاميدا تشينكا كاميدا ويورين تشيرين ميلها سو ميادا إيا كيمو داد كيسو تاقايا ميلها سو داتنا استوصايا بلكا دادكو أرقي قحان دادكا ودادو كلو ميايا وحيورا هذا وادا سقيسين تينا وداد تنمع تامرا بلكا ما تشيرين ميامي وو تشيرين شيادين تنوع اسوي تشيرين لكن
لا أثر لهم في النفع والضر وي احتر يوحي الله يقوم الله احتر يوحي الله إياها يا إلهي سبحانه وتعالى يحبها كبق لنا ومخلوق لنك وكلا معنى واسداس. طيب وجه دلالة الحديث على مقصود الباب حديث كوالكوين قط السنة مقصود كبابك وما فيه من نفي الطيرة ما فيه من نفي تأثير الطيرة مطلقا وحديث كتشرين للديدي وحال باصي السنة وراد لي هيبا للديدي ولا طيرة أي لا أثر لما يتطير به في الخير والشر أنا يسألكم عنه وقال للديدي دي ما الهدين للديدي معنى ذا محي وباطل دي فهذا دليل على أنها باطلة تسمح لي دليل طيب ما الهدين للديدي للراد بما الله فباطل اعتقاد باطل بيه. فهذا الدليل على بطلان اعتقاد تأثيرها وحالة باصي سنة يوم إنه راد لي إلا آمنة إنه باطل تابي الدليل رسولك إلا يبقى كل الراد مالي مالك إنه آمنتين الراد لي ضحي واستقلالا سمد حبنان يضع يحسن سبحان الله باصي سنة أو تصببا أما إنه الصاب نقطه وباطل بين غنسا. طيب لا صعو الرماح حديث كالغشة هكي لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غولة ولا الديدي صمع هل هذا نفي للوجود ما متشران بالي لي لا ليس نفي للوجود ويتشران انتو حنونك وقود باي وقف قف حنونك انو كقاضة وإنعضة لكن هو نفي للتأثير نفي هذه الأمور ليس نفي للوجود متشر تما ويتشران وحشوغا واقع كتشران باسيس يقول شراد هورانا ضد بحب باسيس إن شري لايبي كان قارب واحد باسيس وموجود شادين تزوج شراد بيش الصفر ويتشرتا هدي حنون الغوفة سير حنون كوا متشرة حد يقولين رعاية إنه صباح وواحد شرا مركان نفي هذه الأمور ليس نفي لوجودها شريتان كده إلى الديدية معه وإنما هو نفي لتأثيرها إلى الراد ليه ذهب للديدية أنها تفعل شيئا بذاتها إلى يضوح سميسه ومد كوا كمدو إسكي خير إيه الشر أصمعين كرا خير إيه الشر أكيني كرا متشرو صواب ما هو نغان كران غير كود صواب ما هو نغان كران غير كود نصواب ما نغان كران إمكا صالحان اختلاط الصحيح بالمريض سيحديث تكلم فراب بضان التوسيسي قفكي عافي ماذا قبي كوا حنو الصليين ونحقلا سبب إلهي وقدقي كرا إنه حنونك قابو لكن ما هاي سنحقلك اللفتيس إنه حنونك كيني هذا السيدة تاي تيقفك استوقف حنوصاني لفر استوقف قادلا تاسينا واقعا كما تيرتو إمن ساقفت الحنوصاني نحقلا حنونك عن قادل قار كلاو نحقلا وقادنا والاركا مركا نحقلك والسبب إما فاعلك يمؤثرك مستقلك ماذا حبناننا كون كلا سفر وكلا راد ما بالله هذا مدى إلا مدى حبنان تاي يمدى الصابون وغطتونا بش هام شمبرتاس ليس لها أثر لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التصبب وحلو يقانو هام سفر النو حدقي لعستيسيس وبحستيس ليس له أثر لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التصبب خير يا شرطونا يسقوا مكانو لعسيس وبحسيس صابنا وما نغلو كون الله يقانو شيادينتو شر يدباتو اي لما تحبناي مكيني كران لكن غفك انو دبقارو صابو ونغن كران دباتيان. طيب قال كواحد كفى عند الصلاة الله شمعين يا حديثا لا حنون قد بامتشر لا عدوى يا حديثا فراح بدنا نتلمى بيسا لا يرد ممرض على مصح حول حنوصان يا القمس أرورين يا قوعة في ما القبى فر من المكذوم فرارك من الأسد
إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها. حديثها سوحي تلمامسة سدح قالك كوة بكية كوة عفمات قبائل والسبب نغن كارو إنو حنونك وطلابه لا لا عدوى أنا بحيث تلمامسة يعني سدح قالك اللفتي سوينا ونحنونك الطلابين هاي وحنون إسكي إسكي الطلابه ينانو إنانو كرين يهدو إلى يقف كوة قدري وكل عاية ديك لانو كل عاهاين. الدليل الرابع ولهما وحوصوا كان بخاري مسلم عن أنس الكوري قال وحويري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى حنون اسكي وقبا متشرو ولا طيارة وحلا باصيستو راد لهنا متشرو. ويعجبني وحنكهلا ويعجب قلنا هي الفأل وحونا أكسن إلا مقلوه يقفك كفرحية. قال وحل وما الفأل فأل قوامح قال وحل الكلمة وكلمة الطيبة إي ونكسن. طيب وجد دلالة الحديث على مقصود الباب ومحي وما فيه من نفي العدوى الدالة على تحريمها من نفي الطيرة بمشيدة. ما فيه من نفي الطيرة ووحى كتش لحديثك طيرة دي إن للديني ولا طيرة الدالة على تحريمها نفي قاسي وطسيني حاراني مديد وبطلانها. نبي يقول راد ما لها بولي ما كان إلا اعتقاده وحالة باصي سنة إنه راد خير كي شركة كله هو اعتقاد باطل أبو نقري. ما فيها من نفي طيرة الدالة على تحريمها وبطلانها. طيب اسكو واضح مركا حديث كهرول لمدي يعجبني الفال صمورا الفال وامح في الرسول كافسر عليه الصلاه والسلام حكم فسر الكلمه الطيبه وكلمه وناكسة التي يسمعها المتوكل على الله من غير ان يطلبها فتسره وتقويه والكلمه الطيبه التي يسمعها المتوكل على الله وكلمه وناكسة اي ومقلو قف إلهي ترى صارت وهو شيء كسعودي حي ترى صمر قال كلمة داس من غير أن يطلبها يسقون راد رادين كلمة دا إلهي ترى صارت وهو شيء سب كذا غاب كلمة دا أنا مو بادي دوني تلقاتي سينا معه فتسره وفرحه وتقوي ويحوجيني صار نشاد بيجلينيس يرجع كلمة دا ونعكس وعكلا ورن كرا والاستبشار بحصول الخير فعل هو بشاريس يقف كوكو بشاريسته إنه خير حاصل أيوه عند السماع ما يسر الاستبشار بشاريس يقف كوكو بشاريسته بحصول الخير خيرين ورعيه وإلى حقي سوكر شيء وكسوه قارما عند السماع ما يسر مركو مغلق هذا الفرح تجليه تاسع علماء مفسرين. ولهذا الخطاب يقول قد أعلم النبي أن الفال إنما هو أن يسمع الإنسان فالوا ينقفكم مغلو الكلمة الحسنة إروا ناكسن فيفعل بها يتبرك بها ويتأول على المعنى الذي يطابق اسمها مركاو رجع قليسة بركوا حق إلهي كرجيني دين الصور مركا فالي وامحي قف إلهي تلصارتي وارن كيسة كل رقاقي أو هذا الأرن كيسة طالعان كل رجلي وحبين ومقلان بعد الدونين يا وحي مقل يا هذا الوناكسن أو مناسب الله له وحي وكسعدي هذا الكوناكسن محيو كردين يا إنه فرحه سر الله وحاول أكسر المقشة علاقة الله له سيدا ونكسر المقشة أرن تعود عيسى تنا النشاط يقدر درب وهليا أرنكي مركي وربه وكسعده إلى سبحانه وتعالى وتلا صارت فالق واقع واحد تسالي فالق علماء ما تصالح وشكتي يقعد نص قاضية الإمام النووي رحمه الله تعالى وحولي ومن أمثال التفاؤل أن يكون له مريض صلاة قف بكاحا وصنيع كان صاحب مقلصة مثله يا سالم يا معافى
maad baadid doonin adigu hadalka inaad dhegdhegaysiiyo waxa yaa saalim baad maqashay yaa saxiix kii caafimaadkii qabayow yaa saalim kii badbaadayow yaa mucaafa kii la bogsiiyeyow kalmaa sat waana hadalka wanaagsan maqlay oo in shaa allah saasay u dhacaysa arrintu waxaan rajaynayaa saa inay u dhacdo qofkan iyo i bogsado ama waxaad ay taalib xaaja arrin baad doonaysa markaas waxaad maqashay qofle yaa waajid kii helayow waan helaya waxaan ku socday iska daa ilahay waxaan ka rajaynaya inaan helo waaniga hadalka wanaagsan maqlay taas لهذا النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية مركي عمرة الجهر استاجي في الحديبية لمن كيلو رنشي راي مشركين تو مركي رسول كهشيس قال لك جل ييب نك يصادر السدين ما جعل سمحه رنشي راي سهيل ابن عمرو النبي عليه الصلاة والسلام حكوري ما جعاه سوري سهيل ابن عمرو سهل أمركم أرنكينو فضلاض معنا ساسا رتشيننا قف ولهذا مقع ونكسن النبي عليه الصلاه والسلام وجعله مقع حنا و نعبايو وبدل جري مقعدن صومالي ده ود كريدكا درير ايو دغال ايو حرب ايو يا مقعي ود نوع عاصه قرص ايو مقعي في عام وحس قف كان الراد بي كيا لريا سعيد بن المصيب ابن حزن ابوغي حزن بالا ورن جري النبي عليه الصلاه من الحزور وكي مقع عصيه الشدة أضيقة نوقف نوقف أضيق وقلب سن سك بدل بكون مقع عاد سوري لا أغير اسم الصماني به أبي مقع أبي بحيان وبدلي ماي يعني أمر كان النبي وحيو فهمينا واتشمين فايدين هاي اللي هو الصحابي سعيد المصيب حوري فما زالت الحزونة تفينا مقع عاصي راد بون ويا شيو قول هذا رير حزين عدارنا هاي سيدوانو أضيقنا نوقلب سني طيب وحد ما يسوي الدين له وأريد يسوي كوبي ياي ما الفرق بين الفال والطيرة فال جاي الطيرة ذا فرق يروح حي وامح حيوك الدوين سكوم بانو دول مريا ونصيب كذا كجارسين كرتون أن الفال حسن ظن بالله فال جو وحسن ظن بالله وحاول أكسن بعد ما قال إسامر كاستاد إلهي ما لو أكسن كم على إسنا إسوا وحاول أكسن ينادشوا والطيرة تشاؤم يرضوا باصيسي وسوء ظن بالله الى عباد سبحانه وتعالى ما لحن كم بلاي سنة الله واني قال بحل كنوع عصارك بلاي رعيس سلان عورن بان وصق الشيء وحاسا دعي الى عباد بلاي كف لان يا حقيس وسوء ظن بالله تشاؤمك لما الفعل توكل على الله وانا قلنا لي قف كان تفاؤلي وقف الهي تلصارت الفعل والتوكل على الله تلصارت الهي لتلصارني مع الاستبشار بالكلمة الطيبة يسمعها كلمة ولكسنة ومقلينة وكب شاري سنية والطيارة ترامحي تعلق بغير الله إلهي عدان يكون تعلق عدان إلهي الشركي يصاب يصاب ونقون يسو أيو آمني وكم بحالها يضدك يوحن مالمها يوحن مفير سنية صدح أن الفعل لا أثر له في الإقدام والإحجام أن الفعل لا أثر له في الإقدام والإحجام فالق ما كانوا قف كوحي إنو كاستاغوا إنو كو رقاقتونا والطيارة تمضي صاحبها أو تحجمه لكن كو حبا سيسان يا وحبا سيسان مالكو مغلا مواركا موغادو أي وحي كاستاغي هوش الدوني إنو قبطو أما مالكو وحي وكاسع عيدي سنة واركو يوهو شكو نقاقية الفال لا يقصد فالقة وحنقفك فرحت قل لي وبشاريني لو ما قصدي والله ما بار بارو وما بنارين اترادو كتابك قرآن كابن إيقية هالكاسا فرية أولئك هم المفلحون بايقو صوب حضي تاسوا تطيروي دا دو قصد اما انت انا صفر كوبحين هرت سوق عند احمر ايايو سيان امقلو قف لي يا سالم يا ناجح يا مفلح يا وحاس هذا هذا الكيوان اكسنا ادقو بعد دونتو دو قصد دو تطير بين غرسة
من غير قصد وين نجندي أدون قصدين والطيارة تقصد طيارة دول قصدي وكان شمبريه الدولين أيام بلدين عود دولان وكان مالنتي بار يوم يطلعوا مع أربعة وبيلبا وضم بيسا بيشو طلعوا مسافر با سجأ قصدني تاسي وكل الدويين الدليل الخامس ولأبي داود وحوص من هذا بسند صحيح عن عقبة بن عامر الكوري قال وحر ذكر طوال الشاقي الطيارة باصيسك عند الرسول الله بالغشاقي صلى الله عليه وسلم فقال وحر رسولك أحسنها تيد وحر قبضني أحسنها أقواها في بابها تباب كيد ملك تشوكت وحر قبضني الفأل وي ونقفك هذا الولاك سنة فرح تقل يوم قلو ولا ترد معلس الطيارات مسلما معلسه وبمعنى هوش الدونيي وحلا باصيستين واركي امو مقلي امو وقادي كمور استاكتو فإذا رأى الدو اركو أحدكم يتكين ما يكره وحو لبصده ضد كنحدو ذا الله برطين لباصيستو أيو اركي التروحي بو يرأ لبصده نيو هذي كان سفر قلي يشو مالمتون واربعة حبا قلبي يسا كدو لي فليقول ايرا هذو اللهم يا الله لا يأتي مكان بالحسنات وناقيد إلا أنت هذه المويان ولا يدفع مد دفاع سيئات حمانها يقلبك إلا أنت هذه المويان ولا حول حيلتي ولا قوة أودنا مجرته إلا بك ماذا هذه القوصة المويان مالك أحنا نسأل الحول والقوة إلا قتشده تيتام كاهدة مطلقة هذا إسكال إلهي إلا حول يقوى ناقصة مخلوق بوليه أما وحين ورنكرنا ولا حول وريقس حال لقى وريقو متكر له وريقو ولا قوة إيا أود أرنتها القصمة كائنة لنا من نصغنا تيماها إلا بك إلا بيعانتك كالمدى هذا أرنتها إنا نكو قادنا ونقصمة نمو يعني وإيا هاي مصنفكو وحيري عن عقبة بن عامر وهذا وهم منه وهمي صحابي الحديث عقبة بن عامر ما هو عروة ابن عامر عروة بن عامر وي صحابي الحديث كورنيه والحديث ضعيف لأن عروة بن عامر تابعي على الصحيح عروة بن عامر تابعي في الحديث مرسل تكلى ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة عروة كما مقال وهو أيضا مدلس ولم يصرح بالتحديث حبيب بن أبي ثابت ومدلس عن وكوري حدثنا أخبرنا يقول لم يتكهام استعمالي مالك حديثك ضعيف وجد دلالة الحديث على مقصود الباب هل كان سؤال بات سويدين كرتهورين وقتشوا بني سؤال شو حوية حديثك بعده ضعيف يعني محاد كشي يقيسا هل كباب كتو صيني أي مكان كله ضعيف سنة قدموه على جميع الكرة هو صحيح حال كويس بدله السنة كلاينا ينوهل أما الرجع بصالحان إن الوابل يسوق خلاف عروة مسحاب مسوى التابعي بعد واحد للرجحان إنه التابعي هاي إن للرجحان تين ويا هاي كحديث كضعيف بعض نقطة شر حرته معني سنة فان لو حد عكرتين قد يصح يوما ما مالين بعد عكرتين الحكم كازيس بدله حديث كي صحيح يا الحكم طب مرك حديث كضعيف كورن وضعيف محله شرح يعني ضعف يا ورن شرح معني سفهم وجد دلاله وحويه وما فيه من ابطال الطيره بيان ما تدفع به وبرنت حديثك طيره البرين ايوه لا ترد مسلما باب الليل سمع مسلم علي سراتكم يالته وبيان وبيان ما تدفع به يا عدي انت العدي وحل قد دفاعه هذا قلبي اكو صدعه وحنا اركي كتابو شي ددكو اي باسيسنين سا قلبي اكو دولي كرا دواد وامح دعاده هذا انت ضعيف طاي حسبنا الله ونعم الوكيل الدعاء صحيح واستثناء الفعل يسو ريبست لا سو ريبي فعليقه سو ريبست فعليقه لا سو ريبي ما حد دليله طاي طيرته اني طاي باطل الدليل السادس دليل كل حال وله حوص صغن أيوه أبو داود دي أبو داود بحديث كوروني من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيارة باصيس وشرك وي الطيارة باصيس وشرك وي وما منا ليس منا أحد قفنا قام ذها
إلا ويخطر ذلك في باله. إلا ويخطر ذلك في باله. لا أنت هذا قلبي سوى كسر عضع. ولكن الله سيشاء إلهي يذهب وتكسي أرنكا وحابا سيسي في قلبي سوى كسر دعيا بالتوكل بك تكسي ترى صارت إلهي لترى صارت يا كالميس إلهي لكالميس. رواه أبو داود الترمذي وصححه. رجع حديثك كل ولا يسكو خلافه يا سنة كيس واحد كتيرة أنتي صدام به وموقوف وهذا الكي بن مسعود وما منا إلا ذو حكة دمين وشرا وحين أفكيس الصومر يا ميسك الديدي إلا ويعتريه شيء من الطيرة إلا ويخطر في بالي شيء من الطيرة قف كستوي النجم ذا قلب جيس وح باصيس يكمد وكسر معه يا هذا الكاس كله ابن مسعود ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذا الكي ابن مسعود أنت صلا وأنت سوا موقوف سيد عيمة الحديث أيلادين وترمذي يا كمد يمرق حديث كوري لما نورن كروا هذا الكي النبي وطيرة وشرك والنبي عليه الصلاة والسلام عصون من الشرك النبي يقول ما بدي لهاي شرك وكإلهي وجد دلالة الحديث على مقصود الباب وامحي ما فيه من التصريح بكون الطيرة شركا وعدينت العدية سعى الله الشرقي ما سيسقينه يهي شرك الطيرة شرك الطيرة شرك أورعد بصومها. طيب هل هي شرك أصغر أم شرك أكبر؟ شرك وين بمسوى شرك هي والشرك أصغر في أصلها أصل أمرك لقوا شرك أصغر محي شرك أصغر ونقطة قاعدة دي هراي نوصر شاقني وهي لأن المتطير جعل ما ليس بالصواب شرعا ولا قدرا سببا وقفك وحباسي صنيا وحان صواب شرعي يا صواب قدر من نبانا هين صواب شرعي كسوناتي يا صواب قدر كسوناتي من نبانا هين أيو الصواب كدقى وهذا الشرك أصغر تحسن هو شرك أصغر هراي نوصر شرعي قاعدة مثلا شمرت قوميست لرابو أرك كسا إني شر سبب الطاي هل كان كوسو فريست إني شر سبب الطاي أي اعتقادي دين قوميستو أي شر سبب الطاي مش شرعي قال شيء ما يع والشرعي واب الديني ولا هامة ما قدر أن بيكوسو ناطي هو شيء للتجربية وضدك عقلي اللي يسكوها فقسين ما يع وحان سبب نمدي سو قدرنا كوسو نان شرعي نكوسو نان قفك الصواب كدقا شركة أصغر بكل عاي وقد تكون الشركة أكبر طيرة شركة أكبر ونقول كرتا قورما إذا اعتقد أن ما يتطير به مؤثر فاعل بنفسه وهدو آمين وحن باصي سنيا إن إساقل لفتي سوء خير كيني أما الشركة كيني وسوء حبوري سوى شركة أكبر دي إلهي ومركة كلام الدقاء وحديثكو تلماما يا مركة إن هدي واحد باصي ستا قلبي أو كسر دعو دود وأينات إلى ترى صارت الدليل كم صادبها يا لحاد طيب دليل كتضباط وله حوس جنبويري إلى أبي داود من حديث الفضل بن عباس إنما الطيارة طوبى سيسو ما أمضاك ووحي كسعتسية وشمرتي با ودور شيء يا حاري حديث بكوريا ولي احمد له من حديث عبد الله بن عمرو من ردت قفك عليسا طيارة باصيس عن حاجتي دنتي سي فقد شرك شرك مسلمين قال واحد فما كفاره ذلك ارنت كفاره قد كيد وامح دم بيقفك واحد لغا دافا يا وامح قال واحد انت قول وانا تراد اللهم يا الله لا خير خير ما تشرو الا خيرك خير ادو قدرتي مويان وضع بورتي ولا طير إلا قدر قدرنا ما تشيره إلا طيرك إلا قدرك قدرك هذا مويان ولا إله من حق لقاء عبدان ما تشيره غيرك ونضيق آهين حديث قصة كيس وحكو تير عبد الله بن لهيعة لكن وحكو وريني يد عبد الله بن وهب ولماذا قال روحي الليين عبد الله بن لهيعة وسيء الحفظ يسكون أحداطي وها لكن عبد الله هديك وري عبد الله بن وهب عبد الله مبارك
حديث كيس هو صحيح، ولهذا الشيخ الألباني حديث كيس صحيح. علمنا قارن وحيلين عبد الله بن لهيعة مطلقا وضعيفي عدة كورنس عدة دوري سبع نقطة. وأنا قول الشيخ نابي عبد الرحمن الوادعي يعلمك هذا حديثك وجه الدلالة ومحي على مقصود الباب وما فيه من التصريح بكون الطيارة شركا. حديث كعد بصير سجون يهي شرك ويهي. الدليل الثامن وله حوصقا إلي أحمد من حديث الفضل بن عباس إنما طيارة باسيسك دمائسك التراني وحويانا ما أمضاك وحي كسعوتسية أرمت أن تكسيس عتصابة أو ردك مكعلية باسيسك دمائسك التراني وكا وي حداد شيء باسيسة طوضها وشهد كسيس عتو لكن أدمروغي سنتد ورور سنتهي تألفت دوا باسيس لكن باسيسك حديث أنك ورمي ومحي وطيارة التامة بصيصك دمائسك الترنبا كان في سندي وحكو ترى حديث كان محمد ابن عبد الله ابن عراثة وأنا ضعيف على الراجح. وفي مسلمة الجهني وفضل ابن عباس كوريني ولم يسمع منه وحمل كما مقال لهذا حديثك ضعيف. طيب حقو باب كتو صينيا وجد دلالة الحديث على مقصود الباب وما فيه من نفي طيرة وحكو حديث ترى طيرة إلا الديدي والديرة إلا الديدي حديثك حقيقة كترتاه المفهوم من أول الحديث. تاسو لقى فهم أيه أول كحديث أول كحديث كنا قال كأنه جميل. وفضل ابن عباس وحده خرجت مع رسول الله يوما رسول كيلاي بن مالين لبحه فبرح ضبي قر النجبة لين عامد وعرته كاسع لي سنتير هذا بده عرته ما يبص لي سنتير فمال في شقه نبي عليه الصلاة والسلام لين عيسو إيش فاحتضنته نبي قال عليه الصلاة والسلام صاو صقبتي فقلت يا رسول الله رسول كلاو تطيرت مئات باصيصة فقال إنما الطيارة ما أمضاك أو ردك وكذلك جواب تابحي معنى يا دوام حي ما تطيرت ما باصيصة فالطيارة محرمة باصيصة وحرام والطيارة ما أمضاك أو ردك وي أنا قلنا إما يسعد سينا أو شينا كسي سعدا قال النوك تحقه وعررتي ما يصابين إن الدبوجا يستعجل ما يصابين مركا ما باصيصا مركا نبيك باصيصا وديده صما ديد ماذا باصيصا وديده وحد ليه طاي باصيصا وإنه حارة هي والله أعلم وأحكم بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.